وطن منحازون للحقيقة. المضطهدين والمستضعفين، نقول إنه إن قدر الله. بدي أشوفه بعيني، ما شفتوش ولا ريته، يطلع يتعالج، يطلع نشوفه، ولا هو بيفتحوا له المعبر بغزة، هو وإحنا على غزة صحيحين نروح، صحيحين نروح. رحت زمان من سنة ورحت ورجعوني، بطلوا. شو بدي أشوفه؟ شوف مش حشى معاي نكلتين حشى، يما كيف حالك؟ الله يخليك يما. صار يحكي صور يحكي لي وانا عيط وانا عيط. الله يرضى عليك. شو نسوي يعني؟ شو نقول؟ يعني وضعه الصحي كما تسمعي الان من تقرير العائله، هو يعاني بالفعل، يحتضر، وان لم يتم علاجه ونقله للعلاج خارج غزه في اسرع وقت سنفقد طارق، سنفقد انسان ومناضل ومجاهد صلب وعنيد. الاحتلال يتهم بعشرات القتلى، هو كان يعني في الانتفاضة الثانية وما قبلها من خيرة المجاهدين، واشترك ونفذ وقاد عمليات نوعية من ضمنها عملية مجدو التي ذهب فيها أكثر من 10 إسرائيليين. وبالتالي هو شخص الاحتلال رغم أنه أفرج عنه لم يغفر له وبقي حاقدا عليه. وهنا لا أبرئ الاحتلال من الإهمال ومن الحصار الذي يعاني منه طارق ومن المصير الذي قد يواجهه لا قدر الله طارق. نحن أجرينا اتصالات مع جهات مختلفة هنا داخليا، المؤسسات الرسمية للسلطة، وكذلك مع الإخوة في مصر، من أجل أن يتم نقله فورا للعلاج. لكن نظرا لوجود أيضا هناك المئات من أبناء قطاع غزة لم يكونوا أسرى ويحتاجون إلى العلاج، الوضع الأمني في سيناء وما إلى ذلك، والحالة الوطنية الفلسطينية المضطربة تشوش وتعيق يعني تنفيذ حتى تلك الأشياء البسيطة، فرصة العلاج. بكل تأكيد نعم طبعا، يعني أنا متأكد من أن هذه القضية في نهاية المطاف يجب أن تعالج، لكن نحن في سباق مع الزمن. يعني نعتبر أنه كل دقيقة تمضي يعني لعلها تكون سببا لا سمح الله في استشهاد طارق. المرض إذا ما ستر عليه في مراحله الأولى يكون بالإمكان علاجه. فإننا وطن منحازون للحقيقة.